السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نتمنى أنكم تكونوا بألف صحة وألف عافية. إذا معكم الأستاذ كروش أسامة مع درس جديد إن شاء الله. إذا المرة اللي فاتت واش درنا مصدر الكربون في المادة العضوية، يعني قلنا منين يجي الكربون الموجود في النسغ الكامل الذي يركبه النبات عن طريق ظاهرة التركيب الضوئي، وخرجنا بنتيجة والله استنتاج أنه مصدر الكربون الموجود في المادة العضوية التي يركبها النبات هو الكربون المعدني الجوي بالنسبة للنباتات البرية الخضراء. نمر إلى منفذه إلى الأنسجة النباتية، يعني كيف يدخل هذا CO2، هذا منين يدخل؟ من الورقة، من الثمار، من الساق، من الجذور إلى آخره. دونك الدرس تاعنا اليوم ما هو منفذ CO2 المعدني الى الاوراق؟ تبع معايا مليح. اذا نمدوا فرضيه باش تعاوننا في فهم هذا الدرس. ربما الفرضيه واش معناتها؟ معناتها ربما بالك، دونك بالك ربما ينفذ CO2 الى الاوراق عبر الثغور الورقيه، يعني بالك CO2 هذا راهو يدخل للنبات عن طريق الاوراق، هذه الحاجه الاولى. ومنين في الاوراق؟ اما بلاصه بالضبط عبر الثغور ماذا؟ الورقيه. من اي مكان بالضبط؟ عبر الثغور الورقيه. اذا نديروا كما العاده بعد اي فرضيه نديروا تجربه للتاكد من صحه هذه الفرضيه. إذا نلاحظ مجهريا الثغور الورقية، تبع معايا مليح. إذا قلنا راح نديرو تجربة نتناولو فيها الملاحظة المجهرية للثغور الورقية، كيف يتم ذلك؟ إذا نقوم بنزع بشرة ورقة نبات سلق، يعني نجيبو نبات سلق هذا واش نديرولو؟ ننزعو البشرة تاع الورقة تاعو، البشرة يعني الطبقة السطحية. ثم نضعها بين صفيحة وساترة، هذا الزجاجتين المتواجدتين في المخبر، واحدة طولية واحدة بشكل مربع، دونك في قطرة ماء، ثم نلاحظ بالمجهر فيظهر لنا الشكل المقابل. هذا الصورة هذه تمثل ثغرا مفتوح تحت المجهر الضوئي. كما نلاحظ هنا، نلاحظ أن هذا الثغر الورقي موجود على مستوى الورقة، هذا الثغر موجود على مستوى الورقة. إذا ماذا نلاحظ؟ تبع معايا مليح. هذا الثغر هذا لازم نتعرفوا على البيانات تاعو، يعني مما يتكون الثغر الورقي. تبع معايا مليح، الثغر الورقي يتكون من خليتين ثغريتين حارستين، هذا واش نسموهم؟ هذه وهذه، نسموهم خليتين ثغريتين حارستين، في الشكل هذا أوضح. إذا هذو وش نسموهم؟ خليتين ثغريتين حارستين، ولا نقدر نسموهم أيضا خليتين حارستين. شوفوا الشكل تاعهم معايا، إذا عندهم شكل كلوي، يكون عندهم شكل ماذا؟ كلوي، يعني شبه للكلية تاع الإنسان، أو يشبه الكلية تاع الإنسان. إذن هذا وش نسموه؟ نسموه شكل كلوي. كيف هم متقابلان؟ متقابلان من ناحية وجهيهما المقعر. شوفوا معايا، هذا نسموه وجه مقعر، هذا نسموه ماذا؟ نسموه شكل مقعر، وهذا شكل محدب. إذن راهم متقابلين بالعامية، متقابلين كيفاش؟ والله منين؟ من ناحية الوجه المقعر، متقابلين من ناحية الوجه المقعر. تحصران فتحة، هذه ليل داخل هذه يعني في الوسط، تحصران فتحة تسمى الفتحة الثغرية، والله نسموها فتحة الثغرة. هذا الفتحة هذه تحتوي ماذا؟ والله تسمح بدخول CO2. هذا الفتحة هذه هي من تسمح للCO2 هذاك بالدخول إلى داخل الورقة. نعاود لك، تبع معايا مليح. هذا الصورة تمثل ماذا؟ ثغرا ورقيا مفتوحا يتكون من ماذا؟ من خليتين حارستان، خليتان ماذا؟ حارستان، تتوسطهما فتحة، والله تحصران فتحة، نسموها هذا الفتحة هذه وهذه، وش نسموهم؟ نسموهم الفتحة الثغرية. إذا تبع معايا مليح، لهنا على مستوى الخليتين الثغريتين الحارستين
نجد بنيات أخرى تسمى بماذا؟ بالصانعات الخضراء. بالصانعات ماذا؟ الخضراء. هنا على مستوى الثغر واش نصيبو؟ نصيبو بنيات نسموها الصانعات الخضراء، راهي باللون هذا، راهي بشكل دائري كما رانا نشوفو. هذه واش نسموها؟ نسموها ماذا؟ نسموها خليتان، والله عفوا نسموها صانعات خضراء. وين نصيبها أستاذ؟ على مستوى الخليتين الثغريتين الحارستين. أنت تقدر تسقسيني أستاذ وش هي الصانعات الخضراء؟ أنا وش نقدر نجاوبك؟ هي عبارة عن بنيات ماذا؟ دورها التقاط الضوء والقيام بعملية التركيب الضوئي. نعاود لك، دور الصانعات الخضراء وش هو؟ هو التقاط الضوء، وعلى مستواها تتم عملية التركيب الضوئي. يعني الصانعة الخضراء هي مقر عملية التركيب الضوئي. إذن تبع معي، هنا نمر إلى منظر سطحي ومنظر مقطعي. لماذا؟ للثغرة. منظر سطحي ومنظر مقطعي للثغرة. تبع معي، وش معنتها منظر سطحي؟ منظر سطحي معنتها من السطح، مفهوم؟ يعني نجي من السطح ونأخذ منظرا لهذا الثغر، فنجد والله نسجل هذه الصورة. ثم ما هو المنظر المقطعي؟ يعني من الداخل، مقطع طولي، هذا مقطع طولي في الثغر، يعني نشوف الثغر هذا من واش يتكون اكزاكتومون. دونك تبعوا معايا، رقم واحد البيان، هذا رقم واحد يعني الخلايا اللي تكون بجانب الثغر، هذا هو الثغر، هذا هو الثغر. والخلايا هذه رقم واحد اللي تكون بجانب الثغر وش نسموها؟ نسموها خلايا برانشمية، خلايا ماذا؟ برانشمية. رقم اثنين، هذا البيان رقم اثنين، ها هو لهنا ولهنا، كي نقول واحد لهنا يعني نفسه اللي راه له، كي نقول اثنين هنا يعني نفسه اللي راه له. دونك رقم اثنين هذه اللي هي هذه ثاني وش نسموها؟ نسموها خليتان ثغريتان حارستان كما تعرفنا عليها من قبل. زيد رقم ثلاثة، وش سمينا هذه؟ سميناها فتحة ثغرية، والله فتحة الثغر، ها هذه هي. دونك هذه فتحة الثغر وهذه أيضا فتحة الثغر. ثم نمر إلى داخل الفتحة الثغرية، يعني لو كان ندخل لهنا في الفتحة الثغرية وش راح نصيب؟ راح نصيب البيان رقم ربعة اللي هو غرفة، اللي هو ماذا؟ غرفة فارغة كما رانا نشوفو، هي بلاصة فيد. دونك هذا الغرفة الفارغة هذه وش نسموها؟ نسموها غرفة تحت ثغرية. كيفاش نسموها أستاذ؟ غرفة تحت ثغرية. وين نصيبها؟ كي ندخل لهنا في الفتحة، كي ندخل الداخل في الفتحة نصيب البيان رقم ربعة اللي هو وشنو؟ هو غرفة تحت ثغرية. أخيرا الخلايا رقم خمسة التي تكون بجانب ماذا؟ الغرفة تحت ثغرية، نسموها خلايا برانشمية يخضورية، خلايا ماذا؟ برانشمية يخضورية. إذا تبع معي، نمر إلى وصف بنية ماذا؟ وصف بنية الثغر الورقي في منظر مقطعي. إذا تمثل الوثيقة رسم تخطيطي اللي كنا نشوفه فيها، تمثل رسم تخطيطي يبرز مقطع طولي في ماذا؟ في ثغر ورقي كما كنا نشوفه، حيث نلاحظ وجود قلنا خلايا برانشمية. خلايا برانشمية هذا رقم واحد، نسموهم خلايا برانشمية، وخليتين ثغريتين حارستين اللي هما هذو رقم اثنين، خليتين ثغريتين ماذا؟ حارستين، تتوسطهما فتحة ثغرية، هذه رقم ثلاثة هي فتحة ثغرية، تحت كل فتحة ثغرية يوجد فراغ يدعى بالغرفة رقم ربعة هذه اللي هي الغرفة تحت ثغرية، التي تسمح بدخول CO2. قلنا هذا الفتحة هذه تمرر ماذا؟ تمرر CO2 المعدني إلى الغرفة تحت الثغرية، والتي توزعه على الخلايا البرانشمية التي تستعمله في تركيب المادة العضوية أخيرا بظاهرة التركيب الضوئي. نعاود لك، دونك تسمح بدخول ماذا؟ تسمح بدخول
CO2 إلى خلايا برانشمية، ثم يستعمل في تركيب المادة العضوية بظاهرة التركيب الضوئي. هذا كان بالنسبة لبنية الثغر الورقي في منظر مقطعي. نمر إلى العلاقة بين انفتاح وانغلاق الثغر ودمج CO2 في المادة العضوية حسب الوثيقتين 4 و5. تبع معي مليح، هنا عطانا منحنيين كما رانا نشوفه. واش عطانا؟ عطانا منحنيين. المنحنى الأول تاع الوثيقة 4 واش راهو يمثل؟ نسبة انفتاح الثغور بدلالة الزمن. نبداو ندرسو فيه، تبع معي مليح. واش حاب يقول نسبة انفتاح الثغور؟ يعني وقتاش تنفتح الثغور وقتاش تنغلق. احنا على بالنا بلي الثغور هذه تنفتح وتنغلق، بصح ماناش فاهمين اكزاكتومون وقتاش تنفتح وقتاش تنغلق. دونك تبع معايا مليح، تنفتح بداية من الساعة 5 صباحا كما رانا نشوفو هنا. تقريبا كانت جد قليلة نسبة الانفتاح، جد منخفضة، ثم بدأت بالارتفاع مع الساعة 5 صباحا حتى بلغت نسبة أعظمية عند الساعة تقريبا 10 صباحا. ثم نلاحظ تناقص نسبة انفتاح الثغور، يعني الثغور هذه عودت انغلقت شوية من بعد عودت ارتفعت حتى للساعة 14 من النهار، يعني الساعة 2، ثم انخفضت إلى أن انعدمت تقريبا في ماذا؟ في الساعة 6 مساء. دونك تبع معايا مليح، لهنا 5 تاع الصباح بدات تنفتح، ثم في وسط النهار انخفضت شوية، ثم عند الساعة 6 مساء ماذا؟ انخفضت كليا. هنا واش نقدروا نستنتجوا؟ نقدروا نستنتجوا باللي انفتاح الثغور هذه يكون في ساعات النهار. يعني وقتاش تنفتح الثغور استاذ؟ تنفتح في ساعات النهار، يعني في وجود الضوء. كيعود كاين الضوء تنفتح الثغور، كيعود ما كانش الضوء تنغلق الثغور. بصح علاش اللهنة انخفضت؟ تبع معايا مليح، مالغري اللهنة كاين الضوء بنسبة كبيرة لكن نسجل انخفاض. هنا تبع معايا مليح، هنا الثغور كي تكون الحرارة عالية، بالمناسبة هذا الوقت هو الوقت اللي تكون فيه الحرارة مرتفعة، يعني في وسط النهار. هنا الثغور واش دير؟ الثغور اللهنة تغلق تنقص في نسبة انفتاحها. لماذا؟ لأنها تخسر الكثير من الماء. احنا على بالنا بلي الثغور دير عملية النتح اللي قريناها في الطور المتوسط. دونك انفتاح الثغر هذا ماذا يحدث له؟ يقل عند وجود حرارة كبيرة، خطرش راهي تخسر في الماء وبالتالي قد تصاب بجفاف، لذا تنغلق الثغور قليلا لكي لا يحدث تسرب كثير للماء. هذا هو السبب تاع في منتصف النهار نسجل ماذا؟ انفتاح، والله نسجل انخفاض في انفتاح الثغور. هذه هي الحاجة اللي خرجنا بها من المنحنى هذا عفوا وشية، هي أنه الثغور تنفتح في ساعات النهار، أي في وجود ماذا؟ في وجود الضوء. نمر المنحنى رقم 2، هذا يمثلنا كمية CO2 المدمجة في المادة العضوية بدلالة الزمن، يعني وقتاش يدخل CO2 عبر الثغر، هل في الصباح ولا في الليل؟ وقتاش يدخل ويدمج في المادة العضوية، يعني تتخدم به المادة العضوية. تبع معايا دونك لهنا واش يصرى؟ في الساعة 5 صباحا، يعني تقريبا عند انفتاح الثغور، تبدأ كمية CO2 المدمجة في الارتفاع وتنخفض كليا عند الساعة 6 مساء. هنا وش نسجلو؟ شرانا نسجلو تقريبا، نسجل تطابق بين المنحنيين. يعني وش حاب يقول؟ عند انفتاح الثغور في ساعات النهار تدخل والله يدخل CO2 ثم يدمج في المادة العضوية، وعند انغلاق الثغور في الليل يعني في غياب الضوء ماذا؟ لا يدمج CO2 في المادة العضوية ولا يدخل إلى النبات.
هذه هي العلاقة بين المنحنيين. إذا نمر إلى المقارنة. قلنا المقارنة بين النتائج المسجلة في الوثيقتين. من خلال المقارنة لاحظنا وجود تطابق بين المنحنيين، حيث تكون نسبة انفتاح الثغور وكمية CO2 المدمجة تقريبا منعدمة. دونك لهنا نكتبوا تقريبا منعدمة في ساعات الليل، يعني في غياب الضوء تكون نسبة انفتاح الثغور منعدمة، وكمية CO2 المدمجة أيضا تقريبا منعدمة، يعني من 6 تاع العشوة للخمسة تاع الصباح، يعني في ساعات الليل. أما في ساعات النهار، يعني في النهار في وجود الضوء من 5 تاع الصباح ل6 تاع العشوة، من 5 صباحا ل6 مساء، فنسجل ماذا؟ ارتفاع نسبة انفتاح الثغور الورقية وكمية CO2 المدمجة في المادة العضوية. إذا استنتاج، يتم دمج CO2 في ساعات النهار، هذه على بالنا بها. دونك يتم دمج CO2 وقتاش؟ في ساعات النهار، نتيجة انفتاح الثغور الورقية، يعني كي تم فتح الثغور ماذا؟ الورقية. وقتاش يتوقف الدمج تاع CO2؟ في الليل، وهذا لإغلاق الثغور، يعني ما يبقاش CO2 يقدر يدخل لي الورقة عن طريق الثغور. إذا كخلاصة، تقوم النباتات الخضراء بدمج CO2 المعدني ضمن المادة العضوية. بالنسبة للنباتات البرية، وش معناتها النباتات البرية؟ معناتها النباتات التي تعيش في الوسط البري، مفهوم؟ الوسط البري يعني فوق الأرض. يدمج CO2، قلنا حسب الدرس اللي فات قلنا CO2 الجوي، يعني CO2 اللي يكون في الهواء هو اللي تخدم به النبتة المادة العضوية من خلال التركيب الضوئي. أما النباتات المائية، دوك نجو للنباتات المائية. النباتات المائية اللي تعيش تحت الماء، اسكو عندها كونتاكت مع الجو؟ اسكو عندها علاقة تجمعها مع الجو؟ لا، فهي تحت الماء. أما لا أستاذ، منين تجيب CO2؟ احنا قلنا باللي CO2 يجي من الجو وهي تحت الماء، ما عندهاش علاقة مع الجو، ما لا منين يجي CO2؟ هنا النباتات المائية التي تعيش تحت الماء تدمج CO2 ماذا؟ المذاب في الماء. عندنا CO2 يكون مذاب في الماء على شكل HCO3، يعني كربونات الهيدروجين. دونك كربونات الهيدروجين هادوما هما اللي يمتصهم النبات. دونك هما اللي يمتصهم النبات، يعني النبات المائي طبعا، ماشي النبات البري. دونك النبات البري المائي عفوا يدمج CO2 المذاب في الماء. ثم تسمح قلنا الثغور الورقية بدخول CO2 إلى الأنسجة الداخلية للورقة ثم دمجه في المادة العضوية، وهذا لانفتاح الثغور في النهار والعكس في الليل، يعني كي تنفتح الثغور يتم إدماج CO2، كي تنغلق لا يتم إدماج CO2. نمر إلى دور الثغور الورقية. عندنا ثلاث أدوار لهذا الثغور. الثغور هذه أولا هي مقر المبادلات الغازية التنفسية. وش معناتها؟ معناتها من خلال الثغور يستطيع النبات التنفس. وكيف يتنفس النبات؟ قلنا يدخل القطنين ويطرح CO2، هذا هو التنفس تاع النبات. ثم مقر المبادلات الغازية اليخضورية، وهو الدرس الذي كنا بصدد إنجازه، يعني يدخل CO2 إلى الخلايا اليخضورية. ها قلنا مبادلات غازية، غازية وش نقصد بها؟ ماذا؟ CO2. دونك CO2 يدخل إلى خلايا يخضورية لتقوم بعملية التركيب الضوئي. أخيرا هو منفذ خروج الماء أثناء عملية النتح، يعني من خلال هذا الثغور الورقية ماذا يحدث؟ يخرج الماء أثناء عملية النتح. على بالنا باللي النبات يخرج الماء أثناء عملية النتح من الثغور الورقية. وهكذا نكون كملنا الدرس تاع الثغور الورقية، إن شاء الله تكونوا فهمتوا. نلتقي في درس آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.